بالمسؤولين في النادي وتقديرا من الفترة اللي مريت بها هنايا في فريق الفاتح والعلاقة اللي تتربطني بجميع المكونات، فأنا قبلت هذا العرض رغم الصعوبة ديال الظرفية، ولكن عندنا ثقة إن شاء الله باش أننا ممكن أننا نخرج الفريق في هذا الموسم من هذه الوضعية، ثم أننا نبني مشروع ديال الفريق تنافسي من المستوى اللي سيطمح ليه الجميع إن شاء الله. وبما أن وضعية الفريق ترخي بظلالها على لاعبي الفريق الرباطي، إلا أن عزيمة اللاعبين كبيرة لتحقيق انطلاقة قوية من بوابة النهضة البركانية ببركان ووضع حد للنتائج الغير مرضية في العشر دورات السابقة. أول شيء كنبغي نرحب بالاتحاد الوطني السي جمال السلامي، الالتحاق ديالو غادي يعطي واحد الدفعة معنوية للاعبين. اللي كعرف الجميع هو نسيري جمال كيلتزم بالصرامة والجدية في العمل وفي التدريبات ديالو، غادي نحاول نطبقوا التعليمات ديالو الكاملة باش ان شاء الله نحاولوا نخرجوا من هاد النتائج السلبية والمتذبذبة اللي حطرنا في المراكز الأخيرة، وان شاء الله احنا عازمين وجميع اللاعبين عازمين باش ان شاء الله نخرجوا من هاد الكبوة هادي ان شاء الله. اول يومين مع المدرب الجديد الدراري طامحين وعازمين وحاسين بالمسؤوليه اللي تبعهم، غادي نحاول ان شاء الله اننا نمشيو مقابله بمقابله. الهدف الاول ديالنا هو اننا نجيبوا 3 نقاط لنادي بركان فريق النهضه البركانيه، عارفين المهمه ما غاديش تكون سهله، غادي نحاول ان شاء الله اننا نرجعوا بالفوز ونرجعوا الفريق لمسار صحيح. وخاض الفريق ميرانه ما قبل الاخير بمقر اكاديميته بالرباط والذي فتح في وجه وسائل الاعلام الوطنيه مع غياب كل من كريم بن عريف وكذا مهدي الباسل ومهدي موهوب بداعي الإصابة، فيما سيشد فريق الرحال عبر الحافلة الخميس ثوانا صوب مدينة بركان لخوض مباراة السبت بمعنويات مختلفة عن المباريات السابقة.